كيت من جالكسي معمول خصيصا عشان نعمل كيكة سريعة. هاخد واحد باكت من الجالكسي، هحط الجالكسي، نص كوباية مي، هحطها على النار. هنخل خليط الطحين والبيكنج باودر والملح في وعاء الخلاط، السكر والزبدة. أضيف البيض، حوالي معلقة صغيرة من الفانيليا السائل، نضيف الطحين، حليب شوكولات، وأشغل لغاية ما يختفي. هبتدي أوزع الكيك. خلينا ندخلهم الفرن. الخطوة رقم 2، 2 باكت من الشوكولاتة بالحليب، وححط عليهم مقدار الكريمة. هقلب لغاية ما تدوب تماما وبحطها بالتلاجة. هقطع الكيكة هذه نصين وأحط قليل من الكريمة، الكريمة مع الجالكسي الدارك، وأوزعهم على سطح الكيك. أزين بحبات المينسترلز